هذاك السيد انا ما عرفتش شنو وقع. السيد دار ما بغاش يطلع للطوبيس، دار كان واقف شويه جلس باش يعلموا شي واحد يقول لي هاجي وتا واحد حداه ما علمو. السيد جالس، انا اللي غوت من هنا، كان غيدوز عليه طاب الروايد الاخرين، راه غير روايده وحده اللي دازت عليه. واش السيد يعني واش السيد فقد الاهليه ديالو ولا باقي؟ اخويا وقي ليلى ما ماشي فاقد الوعي ديالو، ماشي يعني بحال شارب شويه خويا، ديك 36 40. واش هو كان باغي يطلع للطوبيس ولا نزل من الطوبيس؟ الطوبيس اخويا ما باغيش يطلع عليه، هو جروه يطلع جلس قدام الطوبيس. بغا يطلعوه الطوبيس، بغا يطلعوه ما بغاش جا وقف واحد شويه ويجلس. فاش جلس حتى واحد ما علمش الشيفور بين ما زعما راه السيد جلس قدامك ولا تغوت عليه. انا منه هذاك الشيفور مسكين اللي غيتكرفس، انا بقى في هذاك الشيفور والله والله العادي. اخويا رساله البنادم هو يحضي يحضي اخويا راسه ويحضي جنابه وما يحاولش يتحرك الا ما شافش جنابه مزيان، حقتاش هاد الحوادث هادو ما قدرش اخويا تبغيها لخوك المسلم والله ما تبغيهاش يعني بزاف اخويا. الناس اللي كيتسالوا من الاول كيفاش وقع، حنا بغينا نعرفوا كيفاش وقع. اخويا كان طوبيس الاول بعدا مشى 33 ما بغاش يمشي فيه، وكان نزاع تما هو واحد الدري معاه هنيت، جا 82 بغا يطلعوه ما بغاش يطلع، جا جلس قدام الطوبيس. الواقعه اخويا هي هاد، هذاك الشيفور مسكين انا علاش ندلي بهاد الشيء، هذاك الشيفور ما شافوش، هذاك الشيفور مسكين ما لا حول ولا قوة الا، المهم هذاك الشيفور انا غنشهد ليه، راه عطيت لاكارت ديالي للبوليس نمشي داك الشيء اللي شف يعني ما شافوش. اي واحد غيكون بحال هكاك وشف ومظلوم نمشي نشهد ليه، ما عنديش مشكل والله يعني اخويا هذه هي شهادة حق ماشي شي حاجة اللي داز عليه هو. واش كان هو في اتجاه الاخر؟ كان اتجاه ديال البول، دازت عليه الرويده اللي اتجاه ديال البول. داز عليه على راسه 36 40 هذا الشيء اللي في العمر ديالو، ما كبيرش بزاف السيد، ما تنشوفش العينين ديالو، داير نظاظر اخويا الله اعلم، ما نقدرش نقول لك لا ماشي بحاله طبيعيه. كان بحاله غير طبيعيه، بحاله غير طبيعيه.